السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. لكن انت ولا انت اول مره كتفرج فيها نزل خلي شي ابوني شي لايك وشي كومونتير زوين. بغينا اخوتي هذا الفيديو هذا نفرقعوه بلي لايك. علاش؟ حيت اليوم ان شاء الله غادي نديرو شروط ديال المسابقه ديال ربح كلب من وليدات ديان. اليوم ان شاء الله اخوتي غادي نقول لكم الشروط وغادي ندوشو الكليبات كيف ما كتشوفوا. ها هو جبنا شامبون باش ندوشو الكليبات الصغار وندوشو حتى ديانا. غادي يكون فيديو واعر بزاف لهذا. نزلوا ديروا لايك وابوني وبغينا نفرقعوه بلي كومونتير نوصلوا ل 20000 لايك حيت اخوتي الجيف واي غادي تكون فيه الشفافيه والمصداقيه. واللي غادي يربح الجيف واي اقسم بالله العلي العظيم وحياه والدي اخوتي حتى اللي غادي يربح غادي نصور معاه فيديو وغادي نعطيه الكلب. يعني لي كونديسيون اللي غادي ديروهم خاصك ديروهم حيت تقدر انت تربح. نزلوا اخوتي فرقعوا هذا الفيديو هذا بلي لايك واحد 20000 لايك. وهذا الجيف واي اخوتي فكرت ديال بصح كتستاهلوا ندير لكم الجيف واي. علاش؟ حيت بفضل ديالكم وصلنا لهذا الشيء من بعد قبل كاين الله سبحانه وتعالى ومن وراه نتوما اخوتي. حيت الله سبحانه وتعالى ملي كيبغي شي حاجه كدار. هذاك الشيء علاش اخوتي فرقعوا لي هذا الفيديو. دابا يلا نمشيو ندوشوا للكليبات ونقول لكم لي كونديسيون. دابا غادي نحل لكم على الكليبات غتشوفوا قداش ولاو اخوتي. اوبلا هاما اخوتي كيف ما كتشوفوا في لي كومونتير اخوتي قولوا لي واش بغيتوني ندير لكم جيف واي على انتيوا ولا على ذكيه. انا اللي بغيتو نتوما ندير لكم عليه جيف واي يا انتيوا يا ذكيه. او لي ثلاثه الكره وانتيوا ذكيه اخوتي. تبارك الله اللهم بارك. نتوما اخوتي تبارك الله. دابا غادي ندوشو ليهم. دابا اول تدويشه ليهم. اول تدويشه اخبيه كنشوف طيله دقيه حتى اخوتي واحد الريحه فيهم كانت فيهم واحد الريحه خير. علاش؟ حيت كبروا ضروري ندويش. باش ولا عندو فوبيا من الماء. هاهو تنقى. راح حطو مازال شويه في الماء الهي. طلقو طلقو دابا. Side to side to tell my trouble come alive. I can't wait the sun is shining, lift the sails and follow my own tide. Yeah. There's a screaming in there. هذا هو الاخر اخوتي وقبيح التكير. هذا هو اخر واحد دوشت ليه. عمو ولا نقيم شو اخوتي السنينات. تبارك الله. دابا غادي ندوزو لديانا. هذا باقي فيه واحد شويه صارت اليوم ندوش اليوم فيها اخوتي حيت اليوم كاين شويه صح. Woo!
اختي ديانا اخوتي من نهار ولدات ما دوش ليه. كان عليك دير لها المشطه الاخرى عاد باش تدوش ليها. المشكل ديانا مفاز بلاك ثلاث كونديسيون باش تربحو كونت انستغرام ديالها هو كتشوفو كلشي بغيتو يتابونا عندي في كونت انستغرام. غادي نحط لكم واحد البوست في الوليدات ديال ديانا. بغيت اكبر عدد ديال لي كومونتير طاكي ثلاثه ديال صحابك هادو هما لي كونديسيون. دير ابوني عندي في يوتيوب تكون دير ابوني عندي في لاشين يوتيوب. الا ما لقيتش هاد لي كونديسيون راه ما غتربحش. انا كنعاود نقول الا ما لقيتش هاد لي كونديسيون ما تربحش. تكون دير ابوني عندي في لاشين يوتيوب وتكون دير ابوني عندي في كونت انستغرام ودير ليكم دير ثلاثه ديال الطاكي ثلاثه ديال صحابك في كومونتير وتكون دير جيم لاخر بوست غادي نحط راه غادي نحط فيه الوليدات ديال ديانا انا تندوش ليهم. هادو هما لي كونديسيون خوتي ساهلين بزاف. ومن بعد الفيديو الجاي اوتوماتيكمون غادي نعلن على شكون اللي ربح. غادي نعلن على في فيديو وغادي نديو ليه الكليب وبالموافقه ديال والدي غنعيطوا لوالدي وغنشوفوا واش باغين يربي كلب ولا ما باغيش. حيت لما كانش غادي نشوفوا واحد اخر. الا بغيتي تشارك خصك تكون متاكد انك قادر تربي كليب وغادي تهلا فيه. ومن بعد نتوما غادي تختاروا. دابا كاينين اربعه واللي بغى يشري اخوتي ثلاثه اللي باقين كونت انستغرام ديالي حتى هو كونتاكتيوني تما. وكنتمنى حد موفق للجميع. حتى هنا يا اخوتي غادي نساليو الفيديو ديالنا تهلاو ليا في ريوزكم ونشوفكم في فيديو جديد كيف ما كنقول لكم ديما. ما تنساوش والديكم وصلاتكم وانتوما اللي غادي تختاروا الكليب اللي غادي تربحوا. وما نساوش اخوتي بغيتكم كاملين تلقاو لاشين ديال ابراهيم في الديسكريبسيون حيت ابراهيم كيعاونني في التصوير كيعاونني في بزاف د الحوايج. سيبورطيوه وعاونوه وتابوناو عنده وتفرجوا في لي فيديو ديالو. وبا ديما والدينا من الصغر كيقولوا لنا بلي الكلاب كيشموا ريحه الخوف. واش يكون بصح الكلب كيشم ريحه الخوف؟ الاجابه اه الكلب كيعرفك خايف منه ولكن ما كيشمش ريحه الخوف حيت الخوف ما عندوش الرائحه. ولكن تصرفات ديال الخوف كيعرفها الكلب اللي هي قلبك كيضرب بالجهد كتنفس بالزربه وكتعرق. والكلب كيشم هاد الريحه ومن هنا كيعرفك راك خايف منه بهاد التصرفات اللي كدير. الى عجبكم هاد البلان اخوتي بارطاجيوه مع صحابكم وديروا لايك. ديروا لايك.